الخريطة الذهنية وسيلة من وسائل الشرح واللي بتربط ما بين الفهم والحفظ على حد سواء، والخريطة الذهنية وسيلة من وسائل التعليم الفعال تستخدم لوضع المعلومات في شكل متناسق ومرتب يساعد على الفهم والتقاط الأفكار. تعال نتكلم شوية عن فوائد الخريطة الذهنية. الفائدة رقم واحد إنها بتعطي رؤية كاملة للدرس أو الموضوع وتساعد على حل المشكلات، بمعنى إنك لما بتعمل خريطة ذهنية للدرس بتاعك بتقدر من خلال الخريطة الذهنية إنك تعرف الموضوعات أو العناصر الرئيسية والعناصر الفرعية للموضوع بتاعك، وبكده تبقى عرفت الموضوع بتاعك كله من خلال الخريطة الذهنية. وحتى لو نسيت الدرس في أي وقت من الأوقات، بمجرد إنك هتبص على الخريطة الذهنية هتفتكر الدرس كله من تاني. الفائدة رقم اتنين، بتوفر الوقت وتساعد على المذاكرة، وده لأنك لما بتذاكر الدرس بتاعك عن طريق الخريطة الذهنية مش بياخد منك وقت طويل، وبيتيح لك الفرصة إنك تذاكر موضوعات تانية ودروس تانية، وبيخليك تذاكر كمية أكبر في وقت أقل من المعتاد. الفائدة رقم تلاتة، إنها بتمكنك من الإبداع، وده نتيجة التعود على رسم الخرائط الذهنية اللي هتخلي عندك القدرة والإبداع في تنظيم وقتك وأبحاثك ودراستك كله بالخرائط الذهنية، وده هيسهل عليك مشوارك التعليمي أكتر وأكتر. لاحظ إنك لازم تستخدم الألوان في رسم الخريطة الذهنية، وكمان استخدم الصور في جميع أفرادها، ده هيساعدك في التذكر بشكل كبير. وبكده تكون انتهت حلقتنا عن الخريطة الذهنية مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.